اعمل بقى حاجه حلوه، رز بلبن بجوز الهند، هخلي طعم اللبن كله جوز هند. ازاي؟ انا هجيب الكيلو بتاع اللبن بياخد نص كوبايه من الرز، نص كوبايه رز وحطها على نار تتسلق تديكي قد كوبايه وشويه اكتر. طب ترمي؟ لا لا، بتاخد كوبايتين مثلا، نص كوبايه ده بيرمي كوبايتين رز بعد السلق، تمام؟ فنص كوبايه على كيلو اللبن حلوه جدا. هاخد عليها كوبايه جوز هند، كوبايه سكر، نص كوبايه نشا او اقل شويه كمان، وزبيب. طيب انا بقى ازاي هخلي اللبن ده كله ريحته وطعمه جوز هند؟ عارفين انا هحطه في الخلاط، انا هحطه في الخلاط ازاي؟ استنى بس، احنا لازم ايه نسخن الحله اللي هشتغل فيها، وهحط فيها الرز المسلوق او اكون طبعا سلقه فيها، كده كده انت تكوني ايه سلقه فيها الرز. بسم الله. تمام، انا اكون سلقه الرز. بصوا عشان تسلقي الرز سهله قوي، انا عشان يعني اخلص بسرعه والرز ما ياخدش معايا وقت على النار، لو ما اسيبه على النار يستلق يقعد يغلي بياخد وقت كبير جدا. انا هعمل ايه؟ احط نص كوبايه الرز عليها حوالي 4 كوبايات من الميه، واخليها تغلي تغلي قد 3 4 دقائق، واغطي النار عليها، اغطي الحله واطفي. هتلاقيها عملت ايه؟ بعد شويه تلاقي الرز بلا الحله. انا بس ايه؟ على ما احط بس شويه ميه مع دول، معلش، علشان ما شيطش معايا. تمام اهي كده. طبعا انت بتسلقي تبقى عارفه شكله ايه. باخد بقى كيلو اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، عليه كوبايه جوز هند، كوبايه السكر، نص كوبايه النشا على البارد كده، واضرب ده كله في الخلاط. انزل ده كله هنا بقى وافضل اقلب لغايه ما يغلي معايا ويربط، مش هياخد وقت خالص. وهحط كمان معاه زبيب، ده بكمل القيمه الغذائيه زي ما احنا اتفقنا. حط كده، طبعا لو بتحبوا الزبيب حطي كتير، حطي كتير. الاطفال لو بيحبوا الزبيب حط لهم حبه كتيره، الزبيب ده حلو جدا. وبعدين بسويه جوه، مش على الوش بس، انا بسويه جوه الايه، جوه الرز، وانا بقلب كده هو تلاقيه نفش وبقى حلو جدا.